ميدانيا، شدد مسؤول عمليات اللواء 21 للحشد الشعبي على أن عمليات أبطال العراق نصر السيادة ستستمر لحين تحقيق أهدافها وقطع تحركات داعش الإرهابي في جبال حمرين والوديان ومسك الأرض شمال صلاح الدين، مبينا أن المناطق المستهدفة ضمن هذه العمليات تعد مناطق ساخنة وخط إمداد وتوصيل بين الإرهابيين من الجبال والوديان باتجاه منطقتي الحويجة ومطيبيجة. كما عثرت قوة من عمليات قاطع الشمال للحشد الشعبي على 3 مضافات لداعش الإرهابي غربي قضاء داقوق في محافظة كركوك.